الله يسكر. ماشي انا. يحطوا الجزء الاول وما تزيدوا شي بانه. واليوم جينا نكمل لكم الجزء الثاني في وهران. وش حبيتها؟ والله طار وتحرق. والله طار وتحرق لي قلبي طار وتحرق والله وتحرق. بعد الفيلم اللي دار هنا عبدو في الجزء الاول وهي ما كش منها لقاع الباب خبطها الريح. وهذوك الاصوات اللي كنا نسمعوا فيهم واحد كان يزقع لوليده في الدار اللي قدامنا. وهذا البنادم اللي شفناه تخيلنا هو واحد البيفي ولا بيبيوتاك ولا خزانه ولا. وبعد ما قلبنا في الدار وما لقينا والو ايا ونكملوا حكايتنا. وقيس كان هفريت هذا عفليت ولا فريت مسكونه شو الدار فيها القش وقد هو جينا كلنا نصور. كنا مقراضين بالجوع رحنا فتحنا فريجي دارك شو ما نلقاو الصواي بخرت على الكبش تمام حش النعمة يا ربي وكنت على بالي صواي لقينا لدخل الفريجي دال ارطال سباقيتي وزوج بايط ياغورت افتح الفرن هذا هلا ليه مال هيك يا هلا ها يودي هذا عبد اخوي هذا ايابا نتنغلو هذاك سباقيتي ونطيبوه هذا جنون يخافوا دي من شو ده؟ ولا غير انا باهي اسكت بس ايش دخل روحك؟ صوت ما تقولوا هرب منها قال لي الجنون يخافوا اناشيط طيور الجنة خلونا من الاناشيط طيور الجنة اللي يخافوا من الجنون قلت له صح سباقيتي اذا حتاكلوا حرفي وراهي لاصوص قال لي سهلة قال لي نديروا هذا زوج بايض ياغورت وما لاصوص صم ديروا هذا باش تبان زعما لا بايلا عبد ما زعما طابش لا طاطار خير منيش قلت لك شتي عند خوت والديك صاب تاكل فيها لاصوص ندير لك لاصوص صاب هذي ابن سباقيتي في العالم هذي خمس شو كاين تاع البلاين وما تجي هذي موراها يا قتشي دار لي ياغورت فوق سباقيتي وراح ريح فوق البوطاجي وبدا ياكل شحال بنين صهيب اه شو او ياكل في الياغورت تاع الشيكولا وخلى سباقيتي اللي طيبو صايب راه شو سباقيتي كولها ها كما كان الحال عبدو كلا ليا وطحشها لي طلعنا نرقدو المهم صوتو ديريكت الغدوة من ذاك الصباح صوت خرجها لي اه هذا وش بيه نظر صباح ربي هترف وقال سباقيتي دار عليه صوت تحلي طابي صوت تضربني تضربني انتايا هاي تشو روحو طورو نضربو دركو بنها متعي فيها صوت البارح شفتها في طورو نوط تضرب معايا دبر راسك متعي فيها على بالك تضرب لي ولا ما تضرب ليش ديجا نطشو ولا غير تضرب لي رحنا ديريكت لهذه البلاصه اللي جايه فيها وهران واسمها طرو مبنيه من بكري من عهد الاستعمار الفرنسي يا درا الثقافه يا درا حوس عليا اروع تحوس عليك ايه اليوم نطورك صايبه هذه يا طرو هاك تشوف صايبه هذه مش هذيك تاع الفيلم اللي ضربوا بالسيوفه نعرفه رادياتور وزمو رادياتور اودي تفرجته برك ما زلت تهضر معايا تفرجته وهنا نعود نولو عليه جينا لهنا جينا باش نضربو طقتشو عبدو هاي شوف خلينا مضرب شو هذا؟ ايه جاي شغل في وسط هذي كومبلي جاي في وسطها ايه وتحت شغل ميكرو يتعود الصوت السلام عليكم ايوه السلام عليكم وهذه بلاصة في الوسط صح سبحان الله شغل ميكرو توقف في الوسط تهدر صوتك يتعود باش يسمعوا هذو اللي قاعدين في المسرح كومبلي شغل ميكرو بلا ميكرو وهي هذه الدوائر الصغيرة تاع السيمان لو كان تخرج منها 1 سنتيم صوتك ما يوليش يتعود ويولي نورمال صاب انا مش باش تزيد روحو الكشح البيت على الكباش صاب انا رايحين دوكا عيون ترك انا عارف صاب انا وين جايه في الترك
عين يوم تاع الترك صوره صحيت خويا صب خلص علينا على بالك اي شحال حشره عليهم قولوا والله والله خلصتو دراهمك هذيك الفاميلي تاعك. المهم مرمى عبدو ولا طرو في الطرو جينا خارجين وجينا هابطين العيون الترك صافي كاش نروحو نديرو صافي هذه عيون الترك مش بوش قال الترك صافي دوكا واش نديرو شو هنا قال لي تليفوني دي شارجالي قال لي نشري جرنان شرا جرنان بفرنسي هو الالفابي موش حافظهم طيب شو عندهم تصويرة تتبون شو صائب مكتوب بالتركية رالك ايش لي بيديش غازون از بورك وكل عادة هنا وفي العيون لقينا وحدة المارشي شوفوا او دير الجرنان في جيبه راهو كيما هذا كي تخرج على 6 اصباح من الدار تنوض بكري بالسيف وتلقى واحد مولي طالع على داره بالقضية انو دير الجرنان في جيبه وتقول هذا ويك تنوض جلابة صافي حبيت نشري جلابة لا بعد عن ساعتك نسخر بيا صافي باش نبنبرو باش ما زعما وهراني صافي ما حبش يبيع لي قال لي لما يماك ولا لما قال لي ما نبيعوش نرجع بالوكات يعذبك هتلر وما يضربكش بها على الوجه في الشتاء خوتي انا حاب ندير عبدو في هذه الكاجا بيت ما ندور شوي فيه وهراني ونجي نديه خوتي ضغطو ما تلقاو قط كيما هذا تعطوا له حليب ولا تشرو له كاشير عبدو راح صدق له دراهم قال لي نعطيها له يشري بها هو واش يحب صدق 10000 صواي قابلي مسكين شو هذوك صارن قسمة تغلي الحليب للجزائر كومبلي شنو طلع جطالي في بورصة كيف صاحب دار لك دخل جيبك خي انت بورصة وين كنت كنت مع واحد دوك عرفني قال لي وين انت بليدة صاحبي قلت له ايه واه قلت له واه قال لي انا جيت البليده قلت له وين جيت البليده قال لي البلعك نون ما يعرف الصوايب كيف وهنا بينما نحن نتمشى ومازال ما استقهويناش دخلنا عند واحد السيد يبيع عصبان عصبان هنا يطيبوك شغل يفتوه يقولي شغل مرحي عصبان ناشي ويديروا لي زي بيس مع باش يخلطوا مع الروز وصوالح مهم ويديرك ساندويتش ما تحش قابلك تاكل في عصبان وبدات عمليه القضمه بتوقيت عيون الترك نحلة مشي جن هنا عندهم نحل قد ويجري بالتلسكوب وما تحكموش المهم كلينا الحمد لله وجينا خارجين هني منتفخ حبيت نحبط الماكلة حبيت ندير سبور ندير سبور هنا في العيون ايه صاب هذيك بابي فوت نديرو بها سبور نحطو الماكلة الله يسترنا عم بالو هو جوار تاع بابي فوت ديجا صح تخرج عليه عبدو جوار تاع بابي فوت كملنا من العيون وجينا هابطين ركبنا في سيارة أجرة هنا الكلونديستا في وهران الخاص على الكيران وجينا راح الكريستال قالونا كان ثم منظر تاع بحر كالم غير تخزر فيه تحس بالراحة وتدخل والو شو كيف لقينا لقيناها مقلوبة بالرغوة شو البحر كيف راه سبحان الله تقول رو يغلي فرارة حليب ديركت هذه راي غير في الدنيا انا نصلي وندير كلش ما يهم نصلي اتخيلوا اهوال القيامة كيف راح تكون انا نحب ناكل الطاكوس وما لليتيم خدموا شوية الاخرى الدنيا مشي كلش يودي نورمال عيش حياتك وما تربي يغفر نقولوا الفيديو تاعنا شو عبدو كيف تشمخ ولا تقول فلوس ولا في بريك شغل نوكيا تاع بكري خوتي لقينا واحد الجامعة ثم في كريستال دخلنا لبسنا أقميصة توضينا وصلينا وعودنا جينا خارجين المهم رحنا ركبنا في خانسبوغ وهبطنا الحي الياسمين وبانها طول كرمة عبدو قال لي ندير ستوب بزاف قال لي رانا صارفين 50000 اليوم بزاف قال لي 50000 نعيش بها بزاف وبدأ يدير في ستوب بزاف عندك لومبيرونس ما حبش ترفضني صاي صاي بروحة وحبسنا حبسنا واحد الهربين فريقو عبدو قال له عندك غير هذا الكمي ما عندكش طوموبيل واحد اخرى طلعنا فيها لقى لي وصل وزيد يتشرط طيب عنده فريجيدر من الله خويا سقسيك تا واش تخدم انا نخدمو الديستريبيسيون تاع لي برودوي اليمونتير عندنا لي سوبر خويا هضر فرونسي بلاقا انا نفهمها كي تكون بلاقا حنا نخدمو التوزيع تاع المواد الغذائيه عندنا لي كليون تاعنا هما لي سوبرات لي كافيتيريا كي نبيعو الكليون نعمرو البومب بالبون ديفريزون بالستيلو وانا نعيت من الحساب
خدمة سهلة أخويا. صافي تشوف لي خدمة معاكم. خويا مرحبا، نقدر أنا نتيستيك سمانة. أنا عبدو ترجع نخدم. تيستيني سمانة صباحي تيستيني. ما عليش يكتب والله ما عليش. لا لا ما تهضرش معاه صافي خويا ما تهضرش معاه. هذا خويا الكبير خويا مهبول ما تديش عليه. صافي قسما بالله ما عرفش نحسب. خويا نقول لك حاجة اصبر. زوج زوج شحال. من يا صايب سهلة هذه تمسخر بينا؟ فرحوش نفهم خلاص فالخدمة اخويا صح اضرب الخدمة صح صح بطوني كل الناس خويا اخويا انا تديرو فورو صايب شكون التوفيق هذا قالوا التوفيق وجينا رايحين مع السيد عبدو باش يليفري في السوبر خاوتي باش تفهموا حنسيه انا على بالي واش كاين عبدو يخمم بصباعه الكبير ويكتب بيده الكوش عنده لطاب دينوي بلا مفتاح في راسه هبط له سيد السلعة وجينا داخلين باش نحاسبوه عبدو قال لك فين نحاسبو نقول على ما تخش للدار البارح بكري وراه حبيبنا صاحبي انا جبت لك السلعة جبت لك الكازوز يا عوض والكاطو تاع العينين والكاطو تاع بلا عيني دير لي البوص ديالك شنو ندير لك بون عبدو يا السوبر هذا شحال يتصرو اكتب لي عبدو انا السلعة المفضلة انا ما نحبش هذوما المفضلة تاعي حب الجي وبدا يكتب شو ياورت كتبوا يغرطة قازوز كتبوا قازو غطوا تاع العينين المهم البو هذا رجعوا كراس محاوله صافي نخرج نسقسي هذاك اللي جابنا شحال يديروا لي بري ونجي انا عرفت البري سوان صافي قال لي 95 بطايا غوت كيفاه 95 بطايا غوت هذه 95000 وين انا بالي انا صافي بقى مرفين عندهم الدراهم حب يجهلني بطايا غوت 95000 كرطونه 95000 وبدا يحسب الاله حاسبه مرمدها تقسيم شنو تقسيم واش تقسم واش نقسموا الفايده صهيب بس برك شنو نبداو الفيديو اصبر وبدا يحسب خاوتي قسمه في ضرب جذر نظريه طاليس ودارها صاب خلاص جات 16800 هذو قال 16000 اه صوب تترع خم طب خم كالكيلاتريس انا في قابل طابلو خويا هاك خويا ديك سبقه ما فهمتها نقول لك حاجه انت تشوف بودنيك واقف عبدو الله غير قلت له حوزك مسخر بيا تقول تكتب رجلك صايب نعرف واحد تبليكاسيون صايب تطبيق ما عرفتوش حسب الحسابات هذوما دخل هذيك الاخر تعبز الوقف له تعبز منه تخرج فيه واحد لاباراي قال لي نعرف واحد التطبيق يخدموا به قلت له عطيني اسمه صايب ما نعرفش نكتبو عطيني تشوف تليفون نهضر عليه اش بغيت تشوف تليفون طيح تليفون شو مصرالو والو ما قلت لكمش عبدو يا خشله تليفون جديد ريال ما قال لي شبه الايفون باش نزق به مزيا صاحبي مصرالو والو عرفت هذا تليفون صايب خي ما يتكسرش درت له هذيك تاع تهضر في الكلافي وقلت له اكتب اهدر اسم لابليكاسيون وتخرج الفرينغو الفرينغو ضد التكنولوجيا شو تقول راه عيط لواحد يولي تحومته المهم خرجت هذه لابليكاسيون الفرينغو انستالاها وبدات تيليشارج صدقوني ما على بالي كيف تخدم غير تنستالات خرجت لنا هذه تاع تكتب الايميل والنمير باش تفتح كونت صاحب قالوا لي مال مال واش صاحب جا مولاها هضرت معاه قلت له جيب لينا بريمون صحيت خويا صحيت خويا صافي زعما نقدروا نخرجوا بها دراهم اي عنده لا كونفيونس تانوش ما في غير ما هذاك البوكا الكلاتريز وجا دخل الحانوت خويا عيط له لي ما فهمش الخطه تاعي الهضره تكنولوجيا بوكا صاحبي كي دخلنا في لابليكاسيون خرجت انا بلي سالك في تخدمها تدخل فيها تدخل في هذه الزائد باش تبدا تخير السلعه والبري اللي خيرتهم ويبدا يخير الكليو شحال يدي من كرتونه كيما هذه زعما كرتونه هذه كرتونه هذا اربعه هذي كرتونه وهذي كرتونه كي تكمل كامل يخرج لك البري هنايا الفوق ولازم تكون عندك لابريمونت تاعها دير ان بريمي كي تكمل يخرج لك البو منه خويا شت شو امنتك دوكا وليت فهم الكتيبه اخلص روح خلصني خويا شو عيط بزاف خويا ما تعطينيش 100000 مقطعه المهم كملنا خدمنا وجينا خارجين ما نخدمش وخرجنا في هذاك السيد اللي خدم اللي خدمنا هادو على رميتهم خويا خلاص خويا واش دير بهم هاديك جبنا لك التكنولوجيا ما عجباتكش السيد قال له كي لقيت ابليكاسيون ترمي لك الكالكولاتيس في الطريق اللي هي تاع الابليكاسيون باش تيليشارجيو تلقاو برومي كومونتير هو اسم لاباج باش تكوموندو من عنده لا بريمونت ثان المهم طالوا اسم الابليكاسيون وجينا رايحين طيب واش الله زيدو نخدموا الصباح كيما مداري كيما العاده نعيط اليوم نقول راني خدام في الغربه تقول خالاتي وصلنا للكرمة في الليل وجينا مولين للدار لقيناها ها لقيناها شعل ينظو فيها ايها وشو هادو قرارين ها صاب الضو شعل وش بيك صاب سيسرا بفتح ندوري ساكو دور رهم ها شو كبير النو اصبر صاحبي صاب ماشي المطلع شعل عليك الباب ايه اصبر خويا لقيتو من المفتاح صاحبي خذ روح جمو للدار خرج له بمقله يا خي شتوه وكل عاده خوتي احنا متربيناش على ذو صوالح وباش نروحو نخلي صاحبي ما كاش منها رحتو خليته خوتي ولا غير سيري احش ما نروحو الانستغرام ديرونا ابوني او يلقف ايا